ينضم إلينا من أرض مهرجان الجنادرية مراسل قناة السعودية زميل صالح العمري. أهلا وسهلا بك صالح، مرحبا بك معنا في هذا المساء. ونريد أن توافينا صالح بالجديد. الآن الجنادرية لا زالت مستمرة وتوافد آلاف الزوار للجنادرية، كيف تبدو الأجواء لديك في أرض الجنادرية؟ نعم، يعطيكم العافية الزملاء. وفعلا من هنا من مهرجان الجنادرية 33، هذا المهرجان المميز اللي يستقطب أو يفتتح أبوابه ما شاء الله بأعداد كبيرة جدا من زوار المهتمين للتراث والثقافة في هذا المهرجان المميز، مهرجان الجنادرية 33. مشاهدينا الكرام، خلال جولتنا في هذا المهرجان حرصنا أن نكون متواجدين اليوم هنا في رئاسة أو في معرض رئاسة أمن الدولة، هذا المعرض المميز اللي يستقطب الزوار بمجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تستهوي زائر مهرجان الجنادرية. بناخذ أكثر وبنعرف عن هذا المعرض مع الأستاذ محمد حمدان، وهو المتحدث لمعرض رئاسة الدولة في رئاسة أمن الدولة في مهرجان الجنادرية. أستاذ محمد، يعطيك العافية وحياك الله. الله يعافيك، حياكم الله وحيا الله القناة السعودية وجمهورها الكرام العزيزين على قلوبنا، حياكم الله. أستاذ محمد، احنا ما شاء الله تبارك الله من بداية دخولنا لهذا المعرض شفنا الحاجات المميزة والفعاليات اللي تجذب زوار مهرجان الجنادرية. أنتم في رئاسة أمن الدولة، أبرز ما حاولتم تركزون خلال هذا المعرض، الفعاليات اللي تقدمونها لزوار هذا المعرض؟ شوف، احنا هذه التجربة لنا الثانية في مهرجان الجنادرية. الهدف من هذه المشاركة هو الشراكة المجتمعية مع أفراد المجتمع، إيضاح ما لدينا من تدريبات وتكتيكات وأيضا من خدمات وأيضا ما نقوم به لحماية هذا الوطن، وفي نفس الوقت إيصال رسالة لأفراد المجتمع أن هم أيضا الأساس في عملية الحفظ الأمن هذا البلد، هم أيضا شركاء لنا وشركاء أساسيين. أمن البلد ما يقف على قطاعات رئاسة أمن الدولة أو على الداخلية، يقف على المجتمع كله بأفراده كلهم، نساء رجال كبار صغار. هذا الهدف، أنه نوصل نحن كلنا مشتركين في محاولة أو إن شاء الله النجاح في عملية حفظ أمن هذا البلد. محمد، لو تكلمنا عن الفعاليات ما شاء الله، يعني اليوم كان في تسليم مجموعة من الجوائز لزوار المهرجان، إيش أبرز ما ركزتوا عليه هذه السنة؟ شوف، طبعا في جميع مجموعة من العروض، عروض خاصة بالقوات الأمن الخاصة يقدمونها سواء عن طريق اللي هو كشف عن المتفجرات أو التعامل مع إرهابيين أو إلى ذلك. قوات الطوارئ أيضا لهم عروض مميزة. طبعا فيه أيضا ركزنا على موضوع العام الواقع الافتراضي اللي هو طبعا الحديث العصر هذا الجديد. لدينا تجربة للقفز الحر بالمظلي، يستطيع يركب الزائر اللي هو النظارة حقت الواقع الافتراضي وكأنه هو اللي ينزل. أيضا برضو قفز مظلي آخر هو يحاول أن يصل إلى هدف معين برضو كواقع افتراضي كأنه هو بنفسه شخص ينزل. أيضا كان في أيضا للأطفال مجموعة من الفعاليات اللي يتعيشهم جو تدريب اللي يقوم به العسكر في جميع القطاعات الخاصة برئاسة أمن الدولة. احنا زي ما قلنا في الهدف نبغى نوصل للناس ان احنا وانتم شركاء في حفاظ على أمن هذا البلد، كلنا يقوم بنا الأمن وليس اتكال ناس على دون آخرين. طبعا يعني كما يقال مواطن هو رجل الأمن الأول، وهذه يعني رسائل موصلة منكم للمجتمع. شكرا شكرا أستاذ محمد، يعطيكم العافية، وأنتم إن شاء الله معرض مميز، وجميع المشاهدين الآن يحرص أن يكون متواجد في هذا المعرض. شكرا أستاذ محمد، حياكم الله ويشرفنا زيارتكم وزيارة التلفزيون السعودي، حياكم الله، يعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام، كنت معكم هنا من معرض رئاسة أمن الدولة، معرض مميز ورائع في مهرجان الجنادرية، ستجد فيه زائر الكريم كل ما تتمنى من فعاليات ويعني أنشطة مميزة بإذن الله.